مرحبا نفس العائلة نفس هذا باش يكون واحد المركز صحي بهذا الشكل هذا في هذه البلاصة هذه راه ماشي سهلة وهذا غادي يسمح لنا حتى المواطنين اللي بعاد راه غادي غيولي عندهم قريب اليوم تم إعطاء انطلاقة للمركز الصحي القروي المعيزات اللي تم التدشين ديالو في إطار استراتيجية ديال وزارة الصحة اللي كتهدف لتقريب الخدمات للمواطنين وخصوصا بالعالم القروي. وهذه المؤسسة كتدخل في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة بإقليم القنيطرة، وكيغادي يقدم الخدمات ديالو لما يقرب واحد 10,000 ديال الساكنة وما أكثر.
وغادي ينقص من الخدمات، غادي ينقص شي شويه من داك الطلب الكثير على المراكز الصحيه القرويه المجاوره، وغادي يقدم خدمات من المستوى الاول فيها استشارات طبيه وعلاجات تمريضيه والامراض المزمنه وكذلك الصحه المدرسيه. هناك طبيب رئيسي وممرض رئيسي وممرضتين اللي غادي يتكلفوا بصحه الام والطفل والتخطيط العائلي ان شاء الله. كاين في اطار المخطط، كاين هناك مشاريع، والمشروع ان شاء الله اللي قريب يكمل دائما في هذه الجماعه هذا هو مركز صحي سيدي محمد اللي ان شاء الله غادي يكون واجد في غضون هذا العام هذا ان شاء الله. كنتمنوا اسيدي ومرحبا بكم وشكرا. الله يرحمك الوالدين اسيدي، الله يرحم والدين اسيدي، الله يرحم الملك، الله يرحم والدين، الله يجزيكم خير، الله يسر سيدنا، الله يسر سيدنا اسيدي، الله يسر سيدنا، الله يرحم والدين.